الله. جئت وسأذهب إلى سيدي عقبة بن أبي معيط. استرح يا بني. لا، حتى لا تفوتني الصلاة معه. من يصدق أن راعي غنم مثلك يصلي مع أشراف مكة؟ لو لم يكن سيدنا هو عقبة بن أبي معيط لما نلت هذا الشرف يا أم الأخنس. قل لي يا عبد الله، أتصلي بجوارهم، بجوار الأشراف؟ ولم لا وأنا أخدم عند أحدهم. لو طردك سيدك عقبة لما رأيت كل هذا، ولا صليت مع الأشراف، ولا ذهبت إلى الكعبة. أعرف ذلك، خذي هذا. من أين هذا يا عبد الله؟ لا تسألي من أين. لابد أنه من عندي سيدك عقبة. قلت لك لا تسألي من أين. لقد سألت هذا أن ينعم علي ببعض الخير، وها هو الخير جاء على يديك يا عبد الله، كل هذا الخير. وفي هذه اللحظات جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وكان قد خرج مهاجرين من مكة إلى المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ إني مؤتمن ولست بساقيكما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شاة حائل لم ينز عليها الفحل؟ نعم. ما هذا؟ حليب؟ أجل حليب. من أين؟ وأنت لا تملك شاة تعطي الخير، من أين يا عبد الله؟ قد رأيت ما لا أقدر على وصفه يا أم الأخنس. حليب لم أشربه منذ أمد بعيد، كأنما فيه كل الخير يا عبد الله، من أين جئت به؟ معجزة أتت به يا أم الأخنس. كيف يا بني؟ رجلان، أحدهما صاحب قامة متوسطة، حسن الوجه مليح، ما في قلبه يرتسم على وجهه، طلب مني رفيقه شادا فأتيتهما بها، ربطها ومسح الضرع ودعا ربه، فحفل الضرع الذي لا عهد له باللبن بعد، فإذا هو يعطي كل هذا الخير. ماذا؟ أجل يا أم الأخنس، دعا فحفل الضرع فشرب، ثم ناول رفيقه ثم أعطاني فشربت. ما هذا؟ إعجاز ما بعده إعجاز يا أم الأخنس. إنه أمر عجيب. وأي أمر عجيب يا أم الأخنس، لقد قال للضرع اقلص فقلص. قال هذا؟ أجل يا أم الأخنس، فأتيته ورجوته أن يعلمني هذا، فقال لي: إنك غلام عليم. من بالداخل؟ ماذا تريدان؟ ألم يأتي محمد إلى هنا؟ يقولون انه مر من هنا ومعه ابو بكر. عبد الله، الم تذهب للصلاه مع سيدك عقبه؟ ماذا اصابك يا بني؟ ألم تقل إنك ذاهب للصلاة؟ كلا كلا يا أم الأخنس. هذا هو محمد.
محمد رسول الله؟ يا له من صاحب معجزة عظيمة، إنها معجزة تدل على اختيار الله له لهداية هذا العالم كله. إنه إعجاز، إعجاز لا يؤتى إلا للأنبياء، يمسح ضرعا لا عهد له باللبن، فإذا هو يعطي من خير الله ورزقه لبنا خالصا سائغا للشاربين. أجل، قد اختار الله محمدا لهداية هذا العالم كله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أتدرون ما الخبر؟ ماذا يا أبتاه؟ عبد الله بن مسعود دخل دين محمد. جارنا؟ أجل، إنه حديث مكة كلها. هذا الضعيف الأجير الجلف يدخل دين محمد، إنه لا يجد قوت يومه. إنما يحزنني جيرتي له، فقد أصبحوا يعايرونني به. أجل، إنه لعار كبير لنا، جار لنا يدخل هذا الدين، وأنت يا أبي واحد من سادة قريش. الويل له مني، الويل كل الويل. هل ويل لك منا يا عدو ديننا؟ هل ويل لك منا يا ابن أم عبد؟ اتركوا الانتقام لي، سأعرف كيف أنتقم لقريش من هذا الأجير الضعيف راعي الغنم. اتركوا الأمر لي. مرحى مرحى بجارتنا الغالية وابنتها رقية، كيف حالك يا أم عبد الله؟ بخير. جئناك بحلوى العيد يا جارتنا العزيزة. حلوى العيد، كم نحن في شوق لمثل هذه الحلوى، بركتكما الآلهة. أين عبد الله؟ لا أعرف أين هو. كيف لا تعرفين؟ إنه لا يأتي إلا في الفجر. لا تنسي أن تعطيه نصيبه من الحلوى، إنه جارنا العزيز. سأكلها معه عندما يحضر، يا أجمل جميلات قريش. كيف لا تعرفين أين يذهب ولدك يا أم عبد الله؟ ماذا أصنع؟ أنا لا أستطيع أن أتحدث معه في أموره، ولا أعرف ماذا حدث له هذه الأيام، ولا يتحدث معي كما كان يتحدث، بل أراه دائم التفكير ولا أدري فيما يفكر. ألم تسأليه مرة فيما يفكر؟ ولماذا لا يتحدث معك كما كان يفعل من قبل؟ أليس كذلك يا أمه؟ أجل، لا بد للأم أن تعرف كل شيء عن ابنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. أقرأه لك وقد أنزل عليك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عبد الله صاحب صوت جميل حقا، أليس كذلك يا عمران؟ بلى، إنه يتلقى الكلمات الإلهية النورانية من فم رسول الله، ثم يرتلها بصوت جميل شجي أخاذ. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ف
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: حسبك. عيناك تذرفان بالدموع يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استمع لابن مسعود: من صره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه قراءة ابن أم عبد. لقد عاد عبد الله الآن، عاد من عند محمد، وبعد فترة وجيزة سنسمع صراخ الأم ونسمع صراخه هو أيضا. أجل، إنه يشتهي هذا النوع من الحلوى. أجل، إنه يشتهي هذا النوع من الحلوى المسمومة التي ستودي بحياته. لا تقلق يا أبي، لقد صنعت أمي هذه الحلوى ووضعت سما يقتل 10 رجال، لا رجلا كجارنا الذي ارتد عن ديننا ودين آبائنا. ليته يأكلها الآن. أريد أن أذهب إلى قريش وأعلن موته. ليته يأكلها الآن. لا تقلق يا زوجي، لا تقلق، سيقتل بهذه الحلوى المسمومة إن عاجلا أو آجلا، فلا تقلق. لا صوت، لا حركة. إذن لقد تناول حلوى أم رقية. أجل، لقد تناول الحلوى المسمومة. أم رقية، يا أم رقية استيقظي يا أم رقية، لقد جرى سومك في عروق عبد الله بن مسعود وفعل فعل السحر، ولا حركة في بيت هذا المرتد. هل أكل الحلوى؟ أكل السم؟ أجل، لقد اختفى صوته تماما. تعالي، تعالي معي واسمع. تعالي. لا صوت. ألم أقل لك يا حرب إن الحلوى التي أعدها بيدي هي خير وسيلة للقضاء علي؟ أجل يا أمي، وخاصة تلك الحلوى المسمومة. لابد أن السم قد أهلك. أنصت، أنصت. حقا لقد هلك. إذن سأذهب غدا صباحا إلى مجلس قريش لأخبرهم بأنني قد قضيت على هذا المرتد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إنه يتلو قرآن محمد. لم يمت. الويل لهذا المرتد، لابد أن آتي برأسه إلى قريش. قل لي يا عبد الله، أراك تحفظ حرمة القرآن وآدابه، فهل لك أن تدلنا عما ينبغي لحامل القرآن أن يعرفه؟ ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يفرطون، وبحزنه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخضوعه إذا الناس يختالون. وماذا ينبغي أيضا لحامل القرآن يا ابن مسعود؟ ينبغي لحامل القرآن أن يكون مستكينا لينا،
ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا مماريا ولا صياحا ولا صخابا. وهكذا أنت دائما يا ابن مسعود، من إذا هدأت العيون في الليل تقوم متهجدا متبتلا. بارك الله فيك أيها المجاهد المخلص. زدنا يا عبد الله. أوصيكم بالقرآن، إنما هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. واعلموا يا معشر المسلمين، خير الزاد التقوى، وشر العمى عمى القلب، وأعظم الخطايا الكذب، وشر المكاسب الربا، وشر المآكل مال اليتيم، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يغفر يغفر له الله. ها هو ابن أمي عبد قادم. عليك به يا رقية. سأعرف كيف أنتقم منك أيها الجار اللعين. يا عبد الله، أما زلت غاضبا منا؟ لست غاضبا منكم، ولكني غاضب من الحلوى المسمومة. ماذا؟ الحلوى المسمومة. مسمومة؟ أجل، قد قصدتم قتلي أنا وأمي، ولكن الله وحده هو الذي أنقذنا. من قال لك هذا يا عبد الله؟ الشاة التي أكلت منها. ولماذا تتهمنا بهذا؟ قد تكون الثعابين قد فعلتها. أجل، لقد صنعتها الثعابين وقدمتها لنا. لقد أمرت أن أسلمهم رأسك يا ابن أم عبد، ولابد أن أفي بوعدي، وسأعرف كيف أنتقم منك أيها المرتد. قلت لكم لا تحاولوا إيذائي مرة أخرى. خذ هذه يا ابن مسعود. كيف تمكن من ذلك وهو من أجلاف العرب ومن العبيد المستضعفين؟ واللاتي لأنتقمن منه. إن ابن مسعود هذا لم يكن يجرؤ أن يمر مجلسنا. إنه لم يكن يمر أمامنا إلا مطرق الرأس حثيث الخطى. قلت لكم لا، ولن أتركه أبدا. لابد وأن أنتقم منه، من هذا الذي سحره محمد. ها هو. كيف تصنع هذا بحرب وأنت الذي لم تكن تجرؤ أن تمر بمجلسنا هذا؟ كيف؟ كيف تصنع بي هذا؟ كيف؟ هذا هو الإسلام يا شهاب، أنت وسفيان. هذا ما يدعو إليه الدين الجديد، هذا ما يدعو إليه دين محمد. إنني لا أصدق عيني. أنت تقول هذا؟ أنت الضعيف الأجير راعي الغنم؟ أجل يا شهاب، يوم يخلق الإسلام منه مؤمنا يهزم بإيمانه كبرياء قريش ويقهر جبروت سادتها. هذا ما فعله الإسلام معي يا سفيان، أنت وأصحابك. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام. ماذا يقول عبد الله؟ لا أدري، إنه يتلو بعض ما جاء به محمد.
يتلو ما جاء به محمد أمامنا؟ يرفع صوته أمامنا بقرآن محمد؟ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. صوت يحلق في الآفاق رنانا يسري فيملأ أسماعا ووجدانا هذا ابن مسعود والأنظار ترمقه يتلو بمكة عند البيت قرآنا قد جاء يجهر بالقرآن في علن لم يخش في الله إذا أنواع دوانا كان عبد الله بن مسعود أول رجل جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد صدقت فيه نبوءة الرسول عليه السلام يوم قال له إنك غلام معلم فقد علمه ربه حتى صار فقيه الأمة وعميد حفظة القرآن جميعا ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالاقتداء بابن مسعود فقال تمسكوا بعهد ابن أم عبد وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد وسخطت لأمتي ما سخط لها ابن أم عبد